الحديث عن الجحيم بيبدأ في الظهور بإسهاب في الأناجيل اللي تم تدوينها تقريبا سنة 70 ميلادية بعد كارثة تدمير أورشليم. والجحيم الإنجيلي هو دايما جهنم، وادي النحيب أو وادي هنوم أو جيهنم أو Valley of Hinnom، مكان كان بيقع قرب مدينة أورشليم اللي كان بيقدم فيه ذبائح بشرية من الأطفال اللي عمرهم أقل من 3 سنوات من قبل الكنعانيين للآلهة الكنعانية زي بعل وملوخ على طبق من النار الملتهبة، فوصفت بأنها أبشع الخطايا، وعلى أثرها حكم الله على شعوب كنعان السبعة بالفناء. وبعد مجيء بني إسرائيل إلى أرض الميعاد مارس بعضهم نفس الطقوس، الأمر اللي دفع الله للحكم على شعب يهوذا بالسبي لبابل، وأصبح المكان بعد العودة من النفي محرقة فسيحة بتحرق فيها باستمرار جيف الحيوانات والأقذار اللي بيلتهمها الدود والنيران. ومن هنا جي هنوم، الكلمة العبرية اللي أشارت للوادي أو جهنم بالعربية، أصبحت بتستخدم كاصطلاح لتقريب صورة عذاب الآخرة عند الشعوب الأولى اللي عصرت وجود الوادي. على أي حال، حاجة عوام المؤمنين في بدايات الديانة المسيحية في معرفة مصيرهم في نهاية العالم ومصير الهالكين اللي لم يصلوا للإيمان الصحيح في الدنيا لكنهم تنعموا بالخيرات، الرغبة والفضول ده تحول مع الوقت لرغبة في الانتقام حسب آراء بعض المؤرخين، خصوصا لكثير من الأقل حظا من عوام المؤمنين، الأمر اللي أدى في القرون الأولى لظهور نصوص دينية ممتزجة بشكل غريب بالقصص الخيالي اليوناني عن جهنم ورحلات الأبطال لجهنم. على سبيل المثال أعمال بيلاطس المشكوك في تاريخيتها، بنشوف نزول المسيح لجهنم في مقابلة مع الشيطان المصور كملك جهنم، وكذلك في رؤيا بطرس اللي مختلف على تاريخيتها والأرجح إنها كتبت في الأسكندرية في 100 الثانية، بيرصد تفاصيل عذابات جهنم بصورة شديدة القرب من عالم اليونان السفلي الوثني. وبتتطور الرؤية المسيحية الشعبية الأولى بسرعة ممتزجة بالميثولوجيا الشرق أوسطية، بتسد رغبة عوام المؤمنين في الانتقام من الفاسدين والطغاة، الأمر اللي دفع أباء الكنيسة الأوائل لتنظيم الكتابات في أمر جهنم ومحاولة عقلانتها في القرون التالية. فبتظهر في القرن الثالث جدليات إكليمندس الإسكندري كليمنت أوف ألكساندريا بأن نار جهنم استعارة تعني تأنيب الضمير لدى الهالكين، نار روحية تتغلغل في النفس، وإن الخلق كله سيعود في نهاية الأمر إلى الله في خلاص شامل حتى الشيطان نفسه. الفكرة الرحيمة اللي بيعتنقها عدد كبير من الآباء واللاهوتيين من بعده. على الجانب الآخر بتظهر رؤى آباء آخرين من أمثال كريلس الأول الأسكندري، سيرول أوف ألكساندريا عمود الدين ومصباح الكنيسة الأرثوذكسية، بأن عذاب جهنم واقع على الوثنيين ومرتكب الخطايا العظام ولن يبدأ عذابهم إلا في الآخرة. أما يوحنا فم الذهب جون كريسيستوم في القرن الرابع اقترح مفهوم أكثر تشدد في عظته الأولى، اعتقد فيه أن جهنم أبدية مادية وكل الوثنيين بلا استثناء خالدين فيها، وكل ما فعلوه من الخير في الدنيا فذلك بنزعة الطبيعة ولن يؤجرون عليه. لكن القديس أوغسطينوس أوغسطين أوف هيبو في القرن الخامس أعطى صورة عامة شبه نهائية لجهنم المسيحية، فعذابها مادي مطهر يحرق النفس والبدن مؤقتة للي ليسوا في غاية الصلاح، وأبدية أقل حدة لمن ليسوا في غاية الشر. في القرنين الثاني والثالث عشر بتخضع صورة جهنم المسيحية لمؤثرات القانون والفلسفة، فبتتضح صورتها ويغلب عليها الجانب الشرعي، وبتشغل عقل اللاهوتيين المسيحيين أسئلة على شاكلة كم عدد الهالكين وهل لجهنم موضع مادي إلى آخره. لكن بدون شك راهب القرن الثاني عشر توماس أكوينس وضع جهد كبير في عقلنة مسألة جهنم في اللاهوت المسيحي في عمله الخالد الخلاصة اللاهوتية سوما سيولوجيكا، وجادل إن عذاب جهنم حسي لا يمكن تصوره، وهو الشعور بإن المعذب منفصل عن الله إلى الأبد، وعذاب مادي أداته النار تحرق الجسد والنفس، عذاب واقع على كل من مات في حالة الخطيئة،
الوثنيون والموصومين بالخطيئة الأولى وماتوا بدون أن يقبلوا خلاص الرب فيلقون العذاب الأبدي. وبيحاول الأكويني تبرير أبدية العذاب بصور منطقية عديدة، منها على سبيل المثال تناسب العذاب مع شخص المجني في حقه الله في هذه الحالة، وبالتالي العذاب بيكون عظيم. لكن بالرغم من محاولاته في دفع الإشكالية بشكل عقلاني، إلا أنه تناسى الجانب الأهم في الإشكالية وهو الجانب العاطفي عند البشر. قبل ما تعلن الكنيسة الكاثوليكية في مجمع فلورنسا Council of Florence المجمع المسكوني 17 سنة 1439 رسميا أن جهنم أبدية خالد فيها الوثنيون اليهود الملحدون وكل من انفصل عن الوحدة مع الله.